أصبحت مو مش يعني ملك الأحد. يعني الكويت بلد انطلاقة لكل العالم العربي بدون استثناء، ليس فقط بس للعراق، وإنما قطر، عمان، السعودية، كل الفنانين بدأوا يتجهون. صح. يعني كل من فترة شفت أنا الأستاذ حبيبي غلوم مع هيفاء حسين يبون يستقرون بالكويت. ليش؟ لأنه العمل بالكويت، الأعمال في الكويت بس، وإنتاجها أيضاً بالضبط، فالإنتاج هنا أوفر، الإنتاج أحسن، الدراما هنا أساس ما هو معروفة هوليوود الخليج. فالله يوفق الكل. بالعكس يعني هذه شيء يعني يسعد إنه الكويت تصير هي المركز والراعي الأول للفن الخليجي. وهي كانت في السابق يعني الكويت كانت تتولى زمام هذا الأمر، ويمكن تعرفين إن إحنا أيضاً كمخرجات أكاديمية تتصدر من عندنا في الخليج. أيضاً عندنا فقط في الكويت المعهد العالي للفنون المسرحية أيضاً يعطي مخرجات للممثلين أو كانوا رايحين على المخرجين. يعني هو نجومية من الخليج، يعني إيه الكويت، الكويت إذا الفنانين بالخليج بصورة عامة أو حتى غير الخليج، حتى في بعض فنانين يجون من لبنان من مصر هني ينجمون، معروفة الكويت، لأن هي أرض خصبة للنجومية.